بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وكتاب كيني ألفية السيودي رحمه الله في مصطلح الحديث المسلسل ينجوغني. قال الشيخ رحمه الله: وهو الذي إسناده رجاله وهو الذي إسناده رجاله فتابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما قسما، وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة اللفظ الزكين، وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يوصلي كأولية لسفيان انتهى، وخيره مسلسل بالفقهاء. وحذر الشيخ رحمه الله المسلسل، مسلسل كي أي أبابي هاي مسلسل وحال إلى وحي إسكدب حريرة ومتصل إسكو حريرة سيدة سلسلة دا براها إسكو حرر سلسلة ذا اللون بحيي. أما هذا الزمن كان برنامج ديالك اسكو دبحي مسلسل لها، أما محاضرات هذا أما وحيا لها أفلام تان أي سودة أيان وحبض نصحونا أي مسلسل لها معنى ووح اسكو دبحي مركا اللغة أهان وأساس واي استلاحان أسكو نوشي بدونه. وهو مسلسلك الذي كوى إسناده إسناد كيسو رجاله أعني رجاله يؤجيداه فعل يفاعله وقدر يساه ومفعول أو فعل كيس يفاعل كيس أي محذوف أيهينه أعني رجاله رجسان أجيداه قد تابعوا إسكو راعي في صفة صفة أو حالة أم حالة صفة ذاسو قولية قولية فعلية أو فعلية أما فعلية كليهما أما لبذو ذبا أو كليهما أو قدر الماشى أما لبذو ذبا اللهم أسقناتي رجاش إسنادك أو الإسنادي أسقناتي فيما قسما وحيل قيبي. معنى مسلسلك حويا وصفة أما حالة صفة أي حالة وإسكو مدواي إيه رجع سلتك كجرة إليه أما حاله أما قولها أهاتو حضلها أهاتو أما فعلها أهاتو أما لبذبها أهاتو. مثلا صفة وحاكم حديث كرن حدي إسكوريان رجوة محمد لو ذيران حدثنا محمد عن محمد عن محمد مسلسل بالمحمدين واصفه مسرق فقهاء أما إمام وويل أي مسلسل كويها يا سيد إمام أحمد مارته وشافعه وكوري شافعه ومالك وسيدا صوكله عن نافع ابن عمر سند كاسوكله فقهاء وكتل صلصله يا أما عن مالك مارته يا سيدا سوكل او كتل سلسلو ايا وحال يا صفد واتا سوكل صفد قول بين قنكرتا مثال وحكم مثاليا نبي عليه الصلاة والسلام معاذ وحكير يا معاذ إني أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ مركو أردق يسأو وريناي وحلا يا فلان أو أردق يسأو شيغاي إنه أحبك فقل في دبول كل صلاة اللهم أحن تابعي مركو أردق يسأو شيغاي إني أحبك فقل في دبول كل صلاة مركا سفادة قولك أيو كتسل صلي سفادة فعلي قانا حديث أبو هريرة أولي وحويل شبك بيدي أبو القاسم
gacantay iyo gacanta saa u dhaxgal tashbiga markii faraha saa la isku dhaxgaliyo saa faraha la isku qabto ma garad markaas wuxuu yiri وقال وحول خلق الله الأرض يوم السبت أساسه كل حديث مسلم أو وريه أو كل وآدي آد علم مسلم باوريه لكن علم ماذا أي قارن ضعيفيان قارن أي تصحيحيان مركب حقوق تصل تشبيك غفل بابرك أرض يسوع شيء جاي كعنت يفرها أيوه ما ارتساس قلنا يا waxaa dhici karta sifadii qowliga ahayd iyo ficliga ahayd inay kulmaan oo waxaa jira xadiis Anas oo wariyay oo nabigu yiri laa yajidu al-abdu halawata al-iman hatta yu'mina bil-qadari khayrihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi qofkiin iimaanka macaankiisa ma helo ilaa qadarka uu ka rumeeyo waxalba ilaa inuu qadaray wixii khayr iyo shar ah وحي معان إيه وحي خرار به مركاسه وحيره وقبض رسول الله على لحيته مركاسه قركي سوء انتو قبته وحوله آمنت بالقدر قدرك مركو ورهمه قفل بمركو حديث كأرده يسوء الشيء قيه انتو قرك أو قبته وحوله آمنت إيش بالقدر مركو قرق بشدان واصفه فعلية آمنت بالقدر هذا الكاسن وحواي واصف إيش قولي واي مركب نعم مركب تاس أيو مركب أو كولا بدنا أولي هاي وهو الذي قد تابع في صفة أو حالة قول فعليك لهم أو الإسناد صفة إسنادك أوليها مثلا أول باب حليها حدثنا أيوليها هذه لعل الإمام أحمد ويرادو حدثنا الشافعي إمام شافعي ويرادو حدثنا مالك ويراد مالك حدثنا نافع نافع ويرادو حدثنا ابن عمر أما سمعت فلان أو كنت سلسلي أما أشهد على فلان أنه قال أو كنت سلسلي مركا إسناد كان مركا واسدا سوكالو هو الذي إسناده رجاله قد تابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم أو الإسناد فيما قسما هو مسلسل الذي كوى إسناد إسناد كيس رجاله أعلى الرجال أي أجي ذاه قد تابعوا إسكو راع في صفة صفة أو حالة حالة صفة أي حالة وإسكو مدواه قولية الاستفادة أما حالة داس وقولية فعلية أو فعلية أما فعلية كليهما أو كليهما لهم أي أسقناتي رجاش أسقناتي أو الإسناد إسناد كي أسقناتو مدل با حدثني أما عن عنو كتسل أما حدثنا أما أخبرنا أما سمعت أو كتسلسل فيما قسم سيد القيبي وخيره الدال على الوصف ومن مفاده زيادة طلب الزكين وخيره خير المسلسل الدال كن كنت سواي على الوصف صفدا واتصال كامدك كنت سيا ليرهنا صفدا او ما انت ماركيسا اتصال كا مدك كنت سيا يا ليرهنا هدي او كنت سيو ما غرتي إنه صفات المسلسل كأنه صفة عن قط سلسلة خلل وسكجر كاسة وفي عن ومن مفادي فائدة سنة وحاكمها زيادة اللبض لبض أو زيادة أي ذكر الأبادة أوقفك مركب صفة وقط سلسلة نقول بقى واحد وده شيخ يسأله أجيره مركب سكر نافع حتى هبل إله كم قلاه qaabku ugu wariyo oo kan uga wariyo kana uga wariyay marka waxay ku tusinaysaa xadiiska marka si fiican in loo qabto wa khayruhu dallu ala alwasfi wa min mufadihi ziyadatu lafdhi zukin wa khayruhu khayrul musalsali adallu ala alwasfi midki sifada mutalsalka oo itisalka ku tusiyo way wa min mafad mufadihi fa'idhi sana wa hakimida ziyadatu lafdhi
إن حديثكي سفي عن لاقبتي زيادة إنه تؤاد إياد إمارتي زائد أيتهاي زكي نوال أقاذي نعم. وقل ما يسلم في التسلسل من خلل وربما لم يصلي كأولية لسفيان انتهى وخيره مسلسل بالفقهاء. وقل ما وحاير يسلم إنه لبدقله في التسلسل تسلسل لماذا من خلل وخلل معناه وحوي لو ما جيدو حديث كلفتيس إنه سندكيس أو خلل كجري قابك تسلسلك أيام مررك بدنا خلل سوغلو ميلوك كالقوة. وربما لم يوصلي إنه الحر سنة من رأيك صلى الله عليه وسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسلسل إنه سنة كحر سنة ملك أو كوكوهر كأولية أول سفيان أصبنا هذه أولية دوام حي حديثة شيخات حديث كوهر رئيات كمقليسة أرضي ما حديث كاسلفتي سمرك كوهر وكامقل وكامقليه أرضي كالنوة بوحك ليها أول حديث سمعته من شيخي مركب حديث ليرانه وير النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو العاص وريي الراحمون يرحمهم الرحمن كون حريست إله وأن حريست ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ذاتك الأولك الجوغة أن حريست عليه عرك الجراء دين حريستنا نحرس الآن تو هذي بعتوه هذيك هذا ربط نحرس على الموت ما أنت ما أركيسا دتك أقول نحرست وحكله حديث كلا قد علوم إله 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 إركا كسر رأي عرش يسوع كسر رأي ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نمكم أول هذا أهل الكلام كوا تأويلنا يا أي أمره في السماء إليه وهي الله حقه وجرى ما إلا مجرى مياه إلهي وحي كان زايا إنه عركة كسر رأيه وعرشة كسر رأيه هذا مركز المحيرة الموجود من كل في كل مكان مسقول إيا ما إلا بأسوقه قارنا وحيرهين لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار إلهي معدوم يكرده سوته علوه وهو شرف إلهي مخلوق يسيره وكسر رأيه وعرشة كسر رأيه وهو شرف وهو العلي العظيم أيضا وحيدها إلهي علوبك أو مكان كان كان زهينا حي قارو حير هذه ملء جرب مل لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار له مثل بقرة هذه قيستي بسم الله الرحمن على الفطرة وها هؤلاء يقولون أضاعوا ربهم تذكر رب قدر ملء جرب ما يقان وجد إبر كودر يا علم هذا وحيدي جنك إلى إلهي عرش وكسر رأيه يستطاب سوت إله اسم ملكم وإبر كيسوا أيجان هذا متكلمين تإلهها كرج له ذات رادي كفر يفساد أكتو ذا كمان دمنا نصوص تي آيات كي حديث ما له كفرنا فلسفة واحد إنه ما له إسلامه ده أيجان لما مسكح وإفار توه وحن معتزلة فلسفة أشاعرة الوجوش يجاي حقيقة صفات كمركي جلال وح إلمه كي يخصانك وهذا الهي إبر كودوه سوى توقف الله بركو قعنا وكرو تاغا إلها إغا سرعي كلي حبرت إلها كا سرعي قعنت تاغيس وهو العلي العليم داتر هذي إيه معاني وكو سرعي إيه معاني وكو سرعي ذات إسنا سرعي اسم حديث هاي وآيات كي حديث سيان داد هاد عقل إلهي نزاء اسكر لغيان لكن وادد إبر كودوه وأجل أن تدعو الله أجلاءه لكن وحن حق قاتل لكن ويقلبني ما قرأت لكن أنا قم حان راعينا حقا راعينا حديثي آياتي السلف في أي مرة أيان راعينا جد كان أهل الكلام كان الشافع محورها كوا سمحي استاهلان ولا انت الله أولاي ونركا لغلبه ضمير انت الله سار لي هذا جد كي قرآن كي حديثك انت كجيس علم الكلام كا وأكوان أيقنا بقول أنت اللي قبض يجاهد وأوحس وحدتك سجل لقاية إني عقيدة وشرحها ماذا مثل مرمي مركزه إلهي سرنتي سوكم مرمي
وحوها الجويري الشاعر هذا درج قوة وين كذا مبيانه كتابك ابن تيمية وكم وضع زبور المتأخرين مركز ومركز لما مولى وحنا ركلا بنا قدي قفكم مركز إباطه ومال بحسد وقعما أنتو كنت يا رب أوليها ولا كركر حقيت قيلي أولها وحنا كلا وركن كلام ليلك أكار قف اللي بعطوه ده إنك ما أنا أركن هدول عادوا أنتوكوا قبصوا يا إيوه كامل هذا جيد أما تقولي ده أنا كوجو حرا ودب مركو كوجو قبط أما حادث كوجو لا إنت كوجو ما له ملام إيوه حي كوجو دماء حقيقة هذا مركز أبو ما ليه كرتيد هو إيه ما ليه كرت تلفون مدير سكرتيد يا وقيشنة يا رب هذا كذا القلب الكار أو خالي كلام ليلك أنا قلوا رب ما نه أنتوا يا أبو حول هاي فلسفة دي سيدة ما أنتي بابا هاي نكا لدو لها مدانا بيجي النسر فيه حيرا لها مدانا وي وريري يوم بها كاس وركي سميان أقب حماله محلو ساعد كده وحوي دي عقيدة دي مالك أقب حسن يا سلام أرك بريها أنا تذكر علم الكلامك حوغا بركي تذكي أهل التوحيد كسلفين تي دعولي حوغا كسيحين التوحيدك ay madaxa la soo kacay calanka babinaaya wixii shubahaad ay daldalayaan ilaahi ogiya subhanahu wa ta'ala marka maxallu shaadku waa taaso irhamu man fi al yarhamukum man fi as-sama marka xadiidkaas waxa la yiraahdaa tasalsul kisu sufyan marti ibn uyayna ayuu ku dhamaado sufyan ibn uyayna laga bilaabo إلى عبد الله ابن عمر عاصم الصحيح لكن حرتي سفيان كدم بس إلى هذا هو الصحيح وهذا روحاني عكرته قف الشيخ هذا وحاجر أحاديثه وريه شيخ هذا وقصديسا مركز الله لهي شيخ حديث يبوه الرئيو إيشك الحديث كاسو نقض السنة كيسا إيشك وكو شيخ يا مركز مركز الله أول حديث سمعته من شيخ فلان الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماوات وقل ما يسلم في تسلسلي من خلال وربما لم يصلي كأولية لسفيان انتهى وخيره مسلسل بالفقهاء وقل ما يسلم إنه لابد قال أكرت مسلسل كيف تسلسلي يعني تسلسل لماذا ما سلت كصحتان كيسة من خلل وح خلله معناها أو كتوصل يتسلسل كان إنه سسفي عنه أو سلمان تماركيس وحرير وربما لم يوصلي وحد عكرت تسلسل كسنة من أول كيسة إلى آخر كيسة إلى الحرير أياد عكرته كأولية لسفيان حديث كأولية أول حديث أو سمعته من شيخي حديث كاس أولية لإرادو لسفيان سفيان انتهى كل ماذا سفيان يوحي كدن بي إلى ما أنت للجو وتسلسل كوا صحنا يا سوما مركا نشيقه هرشامة أي حديث كان مركو كهذا لاي وحاجة لننفى دان اللي يراهده للكاس إيسيان كوف في البين القميسو قبل مسلمين وفطان اللي يراهده oo filibiin ay gumaysta jiro dadkooda marka saxarnimo u dagaalamaan oo filibiinta ay laayaan dhulkaas oo kelmid oo reer makka u ahaayo nin ahadiith wariyo musnadki aan soo marro ahaa marka sheekhaas waxa sheekh ardadi sheekh albaani sheekh xali xasan abd alhamid waad inta la yarhamu markaas uu xiray xadiidkan awl xadiith oo ka maqlay sheekh musnadka oo faadaan ayuu ahaa markuu u soo qasdaya inuu xadiidkan أول حديث مركب من مانتا لقبل لا مدتك حديث كأسان يدس كوري إلى سفيان وصعنا يا لكن حي سفيان لقبل لا إلى عبد الله بن عمر بن العاص حديث كوا صحيح لكن تسلسل كمركز قوايا وخير كم وخير بدل مسلسل بالفقهاء وحديث كيف فقهاء هذا كسلسل سبطة بركي عن كشي كيني إني حديث كأحد كوحي على قرائن تحوجي وحاكم إذا حديث مسلسل بالفقهاء هديئوا يهي سيدا حديث إمام أحمد أو ورنا عن الشافعي عن مالك أو نوى البدد أي لو ورنا يعني
ودتك جلاده قفكي قال حافظ الحجر وحنا حديث كاس انه صحيح يا هي اي مركه اي قرينه اوتو دليل اوتو ان مارتي حديث صح والنبي كان صحيح وياها وخير مسلسل حق وخير بدل مسلسل بالفقهاء غريب الفاظ الحديث الفاظ حديث كغريب كيس غريب كان لو ما جيده حديث كي سند كيسو او هل غريب كي عزيز كي مشهور كي متواتر كان كصبر لو ما جيده الغريب هذا هل كان باب كان محلو جيده حديث كو حا كو جيره الفاظ او لغه عربيه اللغة العربية أن أدو لغو استعمالين وضد إن بدل معاني ذي كقرصانتو مركز إلا ويدية أباها مركز قار كود بحتى صحابة ذا ما أنت مركز ويدين جري حديث كهذا الشيخ حالي المحاضر كأنه الشيخي مركز وير نبقى على السادة تكون خير بدل محاولة هاي نين كستور صدوق اللسان مخموم القلب وحين صدوق اللسان وارق انا مخموم القلب محوي هاي صحابة النبي قالوا يدينا سوتو كلمتك عصب واي مركاسو مخموم القلب واقف التقي النقي وغل يا حسد يا بلايدس اي سنجري مركاس حاولي يا مروا بابا كلمات مركاس ايجو كو عذا كدي اي سو مرا النبي ويدينا عليه الصلاه والسلام تابعينتي صحابتي ويديناها مرك waxay u baahantay kalimadaas qariibka khaas dadka luqada ay maanta ma arkaysaa ay ku yartahay in loo fasiro oo loo soo dhe u baahantahay qariibku marka taas way waxay faadaha adago hada bukhari oo kale marku xafid al-hajr oo sharxay muqaddimada bab waxa ku jira qariib al-hadith وح الله وحي الفاظ ادب من الف انت قبل الى ياء او شرح معانيه ومارتي او شهد وحي رشوك اول من صنف فيه معمر والنضر قولان وقوم اثروا وابن الاثير الان اعلى ولقد لخصته مع زوائد تعد فاعلم به ولا تخض بالظن ولا تقلد غير اهل الفن وغيره ما جاء من طريق أو عن السحابي وراو قد حكوا هاي وحيري أول من صنف قفكي سلفي معناه وحواي غريب الحديث والدكشنري عمل واي قاموس عمل وايو الفاظ أذق أحاديث يلقو معنينا وقاموس غريب القرآن علم ذو كألفين هي سيدة قواميس الدكشنرية العربية مركي حتى كلمات يفسر عيان قواميس واوين سيدة القاموس المحيط اللسان العرب وحي غريب آيات هي حديث كجراء ما شعر ويكين عيان مركة أول من صنف فيه معمر والنظر قولان وقوم أثروا وابن الأثير الآن أعلى ولقد لخصته مع زوائد تعد أول من صنف فيه قفكي غريب الحديث قفكي جهر كتاب كقري أو تصنيفي معمر مكلي راهد واي أو النظر أما النظر أي أو النظر أما هو النظر من الشمال مكلي راهد قولان لما قولا كجرت يا جهر ألفي قارو حلي المعمر كان معمر كان وحل معمر بن المثنى التيمي ابو عبيده ايو مشهور كيهي لما بقول يتبنكي ايو مارت او دنتي معنى شافعي مركو دنتي كبعد لحسن لحسن شافعي او كدم بيه نعم مي ها اهي كاسوي قارن وحي والنظر ابن شبيل ابو الحسن المازني وان النحو ذا يقال حديث كلا يقالون تو رجال سحر شعب واد وغوري ارددي شعبه واي شعبه من الحجاج ارددي سوى لغوي رواها مركا النظر من شميل ابو الحسن المازن النحوي وحول دنتي لبا بقول يا افرتي ودنتا سو
إمام الشافعي ولا مسنا كهري مرك نك محدثنا وأهل لغوينا وأها مرك ياهري كل وأهل سكون خلاف سني قالوا البوحري كاسهري كاسهري لكن لما إنه سكون متعاصرين وسنا وقت النولاء هاين وحا مارتي جريدا بمعمر مثلنا لكن أسمع هذا أضعه بقول سنة سوق كله أيوم ما تم أركه يساعد إنتي لكن النظر بوشميل أسمع تقريبا سديت جرا أيوم إنتي مركز ولو كان لشهر ري ولو كان مشد بيو معمر مثلنا من آدي آد عمر بدنه أها كل اللي قد يآد وكله هاي دتكي البخاري آخر سوا آخر سنة البخاري مركو كلمات أما آيات قرآن ومعاني ذو شيء بدنا أبو عبيدهاس أيو ما أنت ماركيسا أيو كسو قاطع مركا مركا لما قولا كدرتين أول من صنف فيه معمر وقولان وقوم القوم كانوا كذب بينا أثر أيجي وحد يسوع بوري أيجي لما ذو كتاب لما كتاب ويجري رهي أهاين سببتنا وحوي فرنجا مركا تأليف لغو بالله ويريه وحير وقفك وبلابيا وامذا دي قفكي مراجع بدل ملهن وحين وابلا وحد بلا وحين واسكير متى كلا ددك دد اقول له اهاينه كلماتك اي كجاهلين يا وحي كجاهلين ايا مرك اسكيرا لكن ددك كدب بي ايا ايي انتي كو ديدين اي سي فافاهيه ددك وحا كميدن لا يرادو أبو عبيد القاسم السلام نلا يراهدو رقي أئمدي أحمد يحبن معين إيو شافعي ولما رقى سواكوين شافعي إيو رقي مانتم أركيسا لعاصري وقضاس شافعي إيو رقي مانتم أركيسا لعاصري ما نحن وسوء قاري لكن كوينا لكن شافعي يسكوله وين لما بقولي أفن التوانكي والانتي أسوكو لحداً إيو تدبجرة أيو ما أنت معركة إسان ميلاحاس أيو مارتي أو لنتي مركة ننكاسي كتاب غريب الحديث اللي يراه ليه أفرتن سنة أيو قري وحل وحفاء إذاه مقل أيو قري كبعدنا أبو قتيبة نلي يراه ذو أي أسوقنا قري كبعد نلي يراه ذو الخطابي حمد محمد صلى الله عليه وسلم أسمي شافعها أيام مركة قري مركة كبعد أبو عبيدة الهروين اللي يراهده أيام يقول سي تلخيصي زمخشري أيام أسمونا الفائق في غريب الحديث علوم بضنا قرت مركة غريب كان مقلسا معنا وحوي وقاموس ودكشنري وحربي والفادي أحاديث وحوغا أبكيت ودتك إن بدل أي سفهمي إنه كصعب سن أيها الربو معنينا يا تاس أو كلوان أول من صنف فيه معمر قولان وقوم الأثر قولين أيها قلو مداس كتبتو دي سو قوريي أو ما أنت معركي سوى كصو دردري أو كامل يالي سو ماهن أو لبضان إمام أيه كسو قوريين وحنا ما أنت معركي سوى كصو دردرين كتبه مركه وايسي ويرادين حد وحي لجوغل وابن الاثير منك اللي يراهدو الان اسغا اعلى اسغا كتبكيسا او سريه مركه دبا وحال اللي يراهدا ني وحال اللي يراهدا ابو السعادات مبارك بن ابي الكرم المحروب بن الاثير الجزري لح بقول يا لحي هجريه دنتي ايا كتبه هر الالفي انتو اسو اروريي خاصة كتابك ابو عبيد القاسم السلام يكي ابو قتيبة يا خطابي يا وحد ما انتو سفيا عن سوشان ليي ايو كتابك اللي في مركة وقاموس عمله وابحيي النهاية في غريب الحديث اي هذا مطبوعه متداولة قفوا البودي حديث برانا ير نسخة دي سئنو هاي سئل لغو ماربان اي تهايو ومن الأثير ابن أثنك يراهدو الآن هدى أعلى أسرع أبو سخيو ولقد لخستو وانسو تلخيصي
مع الزوائد الزوائد أن كدروا تحدوا لترينيو أو كابر وير معنى كتابك دو قاموس للأوين واي وحال يعقرت هذا الكائن وبدي أو حاجة أنا مركب وسوق جابي وسوق كابر كلمات جر وكتك تجر معنى وكدر إساس وكوالا وابن الأثير الأعلى ولا قد وابن الأثير الآن أعلى ولا قد لخسته مع زوائد تعد وابن الأثير نكل إلى الآن أعلى أصلا وسر ولا قد لخسته وأنا صوت الخسي مع زوائد زوائد لقب تعد ولا ترنايو فاعن به ولا تخض بالذن ولا تقلد غير أهل الفن وخيره ما جاء من طريقنا عن السحابي وراو قد حقه فعل به كد ذلك وحديثك حديث برانيس يا ان الفاظك لي يا رجا لبها سيلين هذوك الرجال شحبك اقول حديثك غريب كيسا وحبك اقول معنى فهمين كلمه حديثك غريب وكسامرته هي وحي مشكلة إن البرت كود ذا الفعل به يعني عناية وياه وأمر من عناية عناية من باب الرمى بدل أنا مركي فعل ماضي عني به مبني المجهول على عبر لكن عني بهذا الأمر وكود ذا لهو لكن مركا هذا أمر مركي متمد فعل به كود ذا لهو ولا تخذ بالظن مالب بيننا يا أديكم وحه بينا هكون لح دوالنا ولا تقلدها لا تقلد سن غير أهل الفن أهل الفن غير كيس حديث مركع فسير يسير وإلتها وإلتها لمرة وإلى أقوال أولاد وكلامك رسولك قرآن كان هذا من باب أولى وحاذا أقول أذن هبين أذن دليل ينقل بها يسنين أنا كل أحمر تمام سمعت إمام أحمد والأجي فقه يسئي ورع يسئي جلال ليس أي كلمة حديثة لويدي مركز وحري سر أصحاب الغريب تتك غريب ألفاظ حديث كما حنو ذر رع رع ويدي يلا متخصصين كعلماء ذر وحسمين جرين نوال با وحو متخصص كي هاي نينك كل قدم بيجر ما تتك الحاسدين تاهو قفل بأولية وحل بأنيقة ربما يعني ويدي كاس كلانا داقادة كتو مي ابن عباس مركي اللي ويدي يا رسول كوتر كيسي سلاة الليل كيس وحول عائشة تقانا ايضا متخصص كي عرق تقو مارتي سو ويدي سو ما عائشة المحال ويدي خفك يسيد الله مصحي سفر كيس وحيث ترى علي أسقى النبي قال سفر الجرى عليه الصلاة والسلام أسقى هل سوي دي سوما صحابة حتى أسقى دم بي جرين قفل با وحي أولي متوحي قري يبيت كسابسا دا عائشة قفوا قرر المجر ذكية عاقلة فهم بدن رواءه رسولك لأيدا لجو اكتو ما أرتي قفك وادي آد وجعلاء أها سوما أيضا سنة الله سوكوت ايه سفر مركي نغطة رقا راعي عالم من أبي طالب يعيد وقلوا وملها سو ما تخصصات كساسة يا هاي مركي أحمد وحورة دتك غريب كويدي يقانو شعبة ولا يقانو إمام المديس إيو ثقة المديس أمير المؤمنين في الحجر القاروة حق اللو قدنا وليبا مركي وروحها أديبه وها انتو سن حتى حديث كبرا دتك الشعراء ولا سعن جرو شعرك كحيف جرو راوية الشعراء مركز دم أو حوين هذا روحهم كأن في حماية الحديث كأسو جيس ولذلك حدي جري مركز يرى حديث كهذا ضرب لها تابعين كي وين شعب رقاسا كور لها هنا لكن حديث كرواية سوى كذا هنا وإلا مركز يرى هذا الحديث كوب لا بلا رواوينا كور لها ومع ذلك مركز حلقة ويدي وحجر أسمعي ويدي اسمعي وحوان اللغوي حديث كان وحكي قانو اها لكن ادي ادرك اللغه الى شعر كادي يقان اسمعي لفتي سمركي اصب اللغه الى حديث كبي يقان اي حديث لودي بخار اولي ومعني سوها لفظ سوها الجار احق بسقمها
ninka dariska ah oo macnaha shariiga ah asagaa xaq badan la qurbi markaasaa bisaqbidaan maxay tahay waxau ui aniga xadiidka mafasiri maaye laakiin asaqabka waxbay allasiiq waxa kugu dhegan macnaa dariska kuu ah intaas muxuu diidaa ulajeedada xadiidka rasuulka inuu malo oo ku dhex galo laakiin ui aniga kelimada luqada carabiga waxa lagu yidhaahdo ayaan sheegayaa taasina waxay ahayd waracooda laakiin hadda qof waxba aan noqonin afku malaxlaa waa iska dhex galayaa waxay ila tahay waxay ila tahay la daba ordaan isagoo qaamuus u noqon isagoo waxba ka aqoonin lama rabo taas oo kale walaa tuqallid gayra ahli fanni dadka fanniga yaqaan dad kale weydiinin dad aan fannigan xadiidkaba mutakhasis aan ku ahayn ha ka raadina dadka xadiidka iyo qariibkiisa iyo mutakhasis ku ah dadkaas marka weydii waayo فاعن به ولا تخض بالذن ولا تقلد غير أهل الفن وخيرهم ما جاء من طريق أو عن السحاب وراه قد حكم فاعن به كدد الغريب كإلى برط ولا تخض بالذن ملانها كل حد بالن ولا تقلدها نصار سن أو وركوضها قبل غير أهل الفن فنigan oo maartay ahlul hadith ka dadka qariibkoodi yaqaan cidana ka qaadanay wa khayruka wa khayr badana ma jaa wuxuu ku yimaada min dariiqin dariiq kale wuxuu ku yimaada oo riwaayad kale aw aan sahabi sahabiga wuxuu ku yimaada iyo waraawi raawi kale oo ama sahabi ama maanta ma arkaysa taabiici ah ma garatay ah qad xaqqu saasay sheegay macna hadiiska waxa fasira waxa ugu roor riwaayad kale wax tafsiirkeeda ku yimaada oo waa maxay imaam muslim oo dariiqadiisu waxay tahay xadiidka hadduu keenaayo intaasoo riwaayadu iska daba keeno tan ziyaaday wadataa tan siiray wadataa tan naasikh tan mansuukh xadiidka isagaaba isfasiraya marka waxaa dhacday qiso nabiga calayhi salaatu wasalaam nin waxaa ibnu sayaada dhihi jiray maa nin balaayo iyo kaahin iyo wax daranaa la xariiri jiray dadkii waa ka shakiyeen waxaa la yidhi inkaar qabahan dajaalka la sheegaaba amauba yahay dajaalkii rasuulka markuu maqlay calayhi salaatu wasalaam waa u soo gaagaatamay wuxuu rabay waxbuu ak akhrin jiray qur-aan dhurwaa iyo balaayo jumjumjumjum ka sii jiray nabiga marka wuxuu rabay calayhi salaatu wasalaam intuu u soo dhowaado oo maqlo waxa uu akhrinaa iyo demdemtiisa inuu ogaado xaqiiqdiisa wuxuu og yahay maalinta dambe nabigu u soo gaagaatay isagoo beertiisii dhex joogo meel timira oo isagana uu maro uu ku dubayo mamamamama oo wax ka siinaayo rasuulka u soo dhowaan raba ayaa hooyadiis aragtay markaas yaa saafi maxamedaa kugu soo socda markaasoo marada intuu qaado isagii dhamaa uu alertad noqdo soo jeesta markaasuu nabigu yihi waxa uu dhahay khaba'tu laka shay waxaan kuu qariyay sheeg macnaha wuxuu yuu rabo inuu ogaado nabigu markaasuu yihi addukh oo dhahay nabigu muxuu u soo qariyay fartaqib yowma ta'ti samaa'u bidukhaanin mubiinin oo hadalkaasoo macnaha oo soo damiirtay marka wuxuu fiirinaa wuxuu yahuu fiirinaa marka markaasuu nabigu calayhi salaam markuu sa iksa lan tacduwa qadrak hoos u dhaco dhaha kaahin inaato balaayo shayaadiin ay wax kuusoo nugnugleyso ma dhaafaysid waa maxay shayaadiintu waxay soo dafayaan markay wax soo dafaan waxaa soo eryanaya malaa'igtii wixii oo kaamila ma keeni karaan marka addukha marka addukh wixii oo naaqisay u keenay soo inuu kaahin yahay oo malagna uusan wax u keenin waxiina uusan haysan ay ku tusinaysaa riwaayada addukh maxay tahay dee waa gariib addukh maxay tahay riwaayo kaloo tarmidi ayaa marka fasiraysa wuxuu nabigu u qariyey inay tahay addukhaan qaara marka addukhii qariib intay ka dhigaan wax kale ku fasireena waxay dhahaan xaakima wuxuu yihi aljimaaca looga jeeda laakiin culimmada ku qalad xukmiyeena waxay dhaheen dukhna jimaac lama yidhaahdo ee zakh aa la yidhaahdaa meeshan hadda munaasabadeeda maanta maateen ma taallo
رسول كان عليه الصلاة والسلام لفظ قاس وكل ماشى وكن الزهنية هاي إنه باش عنه كل لكانه مركب أكو غلط حكميا مركب هذا سكلا فسير إيسا ومركب عمر أولي يا رسول الله دعني أقتله بل أيضا أنتم الدجال نقول قل له هذا عن قرط كدوي إلى فورا مركاسو يري وحوله هاي إن يكون فلن تسلط عليه حدي أو أسقي الدجال كي أليق نقول ما سلط عيسى دلاؤنا وإلا لا خير لك في قتل هذا وصل هينا حد وانذمي قتل عيسى فإذاك ومجرته وكجو جي نبي عليه الصلاة والسلام أليك بعلي وأوضاه صحابة وكشك الجرين مركاسو مركي لغا شكيو مرة انتو عرضو وحليه وانا اقام حاد دجال ايه لهايا انا اقام كان انا هاي دجال الممالا انا اقام المان لايه مؤمن الله كان 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 هادو مرمرنا مال انتو لغا عريسي اصيقنا ما انتو بوف سبا سيدي بهال بالو لبوف وجدك رماحرة عبد الله بن عمر كحناجي حفصوا كو حنا محيط البلاد محو حنا جني دجال بوخو لا سو بخيا بركي لغا خريسي مركي هادنا خوغا او ليرانو اس دفاعو او هادنا وخودا والله بالله اني هدي دجال لمده لا يسو بدغ ما بديدي لهين ادي روايات كا سودن مسلم يا كيرو واخ باسو شيخ دار ادي مركي دواب الروايات لها ميلو ما انت ما اركيسا حق او دغي والو هاي مركي من وركيس وحوها عجائب وحافظ الحجر فتح البارق السعد جيب له وشرح ابن السياد وأن بابكيس وبابك نسأل الله السلام وخيره وخير وخير بدل ما جاء من طريق يوحي كي يميد واي طريق روايتك له أو عن الصحابة أيوه كي يميد سواء ما مركب مثلا شغارك وكرم مركب لفسير أيوه ابن عمر عمر أو فسروا إليه هاي أن يزوج الرجل ابنته على الرجل على ابنته ولا صداقة بينما نكاح الشغار اللي قبل يقول أن تيدن كو مهرنا ملها أنا صداف صنو خلاص كاسوا الديد أو عن الصحابي أما الصحابي كانوا كيمي أو راوين أما وراوين راوي كلا قد حقوا واي شيء هاي أنت مكوجين أنت ما هذا نكل بقى هاي والله أعلم صلى الله عليه وسلم.